مرحبا بكم، معكم سبورة ستريكم كيفية إنشاء حساب على موقعها الخاص. أولا ادخل إلى الموقع المخصص، حينها تستطيع رؤية المستجدات والفيديوهات المجانية. ثانيا ولإنشاء حساب نختار كلمة الاشتراك. ثالثا يمكنكم استعمال حسابكم على جوجل أو حسابكم على فيسبوك. كما تستطيعون إدخال معلوماتكم الشخصية مباشرة، ثم إدخال بريدكم الإلكتروني ورقم الهاتف للتمتع بخدمة الإرساليات القصيرة. وأخيراً أدخل كلمة المرور التي يجب أن تحتوي على الأقل على 6 حروف أو أرقام، ثم اختار كلمة المشاركة. عندها تجد الدروس على sabora.net مقسمة حسب المواد وحسب الباقات، منها دروس مجانية وأخرى تستوجب اشتراك شهري ابتداء من 5 دنانير.